يسعد صباحك يا هدى، واهلا وسهلا فيكم. خلينا نشوف هالكليب قبل ما نبدا فقرتنا. يوسف سديس مسافر وصانع محتوى سعودي، وفيكن تقولوا من أوائل صانعي المحتوى للسفر على الإنستغرام. بدأ جولته بالسفر من قبل 12 سنة وما زال مستمر، وبيشارك مغامراته مع العالم، بيحسب عمره بأيام سفره. نتعرف عليه أكثر اليوم. أهلا وسهلا فيك يوسف. أهلين. نورتنا. أهلين. شكرا على الاستضافة. أهلين يوسف، شغفك حبك السفر، حياتك هي السفر، يعني أنت صحيح. ممكن من أقدم صانعين المحتوى يعني اللي عمري استضفتهم أو تعرفت عليهم. صحيح. خبرني كيف حياتك، إنه أكثر من 12 سنة صار لك بتعمل صحيح. محتوى للسفر. صحيح، أنا عندي شغف للسفر من وأنا صغير. يعني قبل السوشيال ميديا، قبل الإنترنت، قبل كل شيء أحب أنه أسافر. زمان معي الكاميرا قبل الموبايلات. أيوة. أصور، أرجع أوري أهلي أصحابي الصور والفيديوز وأشاركهم تجاربي والأشياء اللي عملتها. لما جت السوشيال ميديا كنت من أول الناس اللي سجلوا في إنستغرام مثلاً عن اليوزر تبعي. أيوة. حتى قبل إنستغرام حساب الرسمي كمان. يعني بدري قبل 12 سنة حبيته، لأنه في مشاركة صور وفي مشاركة شيء بنفس اللحظة. أيوة. والحمد لله، يعني أنا حبيت التطبيق والناس حبوا المحتوى اللي أنا قدمه. وطبعاً مع السنين هذه إحنا نتعلم، إحنا نتطور. صح. مع تطبيقات ثانية، مع التحول في السوشيال ميديا وكيف صار أهميتها في العالم كله. صحيح. فالحمد لله يعني. وأنت عودتنا عادة إنه يعني تعمل ريفيو للبلاد، للفنادق. صح. يعني طريقة تخطيطك للسياحة بالبلاد يعني تشبه بعضها لحد السنة الماضية لما فاجأتنا بطريقة مختلفة. صحيح. وقررت إنك تسافر وتجلس بأماكن غريبة. صحيح. خلينا نشوف هالكليب وبتخبرنا عنه أكثر. يوسف جلست بمروحة، جلست بطيارة، بشو كمان جلست؟ طاحونة هوائية وطيارة ورافعة يا برج مياه وجسر. شو خلاك تعمل هالشيء؟ والله شوفي، الفكرة في بالي من زمان إنه أبغى أسوي شيء جديد وشيء ما هم الناس متعودين يشوفونه، أو حتى أيوة. أنا ما جربته قبل. ففكرت إنه أسوي، إنه أسكن في أماكن ما صنعت أو بنيت لأساس السكن، هي كانت شيء ثاني بس بعدين تحولت. أيوة. الفكرة كانت في بالي من زمان بس دائما كنت متكاسل. أوكي بعدين لحد ما جت فترة كورونا وانقطعني عن السفر. أيوة. ندمت إنه ما سويتها. قلت لما نرجع للسفر على طول لازم أرتب. أيوة. الرحلة. وبصراحة كانت من أجمل الرحلات اللي أنا استمتعت فيها، لأنه زي ما تعرف الواحد لما يسافر كثير يتعود على الأشياء، مثلاً على الفنادق. صح. على الأماكن الحلوة. صح. الأماكن اللي تزورها، لكن بالنسبة لهذه تجربة مختلفة تماماً، مختلفة لي أنا، مختلفة للناس، والحمد لله صار في تفاعل. هل شعرت الناس تفاعلوا مع هالشيء؟ هل في ناس راحوا من بعدك أو بعثوا لك إنه تفاعل كان كبير جداً لأنه أيوة. شيء جديد. صح. أسئلة كثيرة. الناس تقول كيف حصلت مثلاً هذه الأماكن؟ أيوة. لأنه أنت تعرف. صح. كيف حصلت مثلاً أنا هلا إذا بدي أروح أيوة. عجل كيف لقيت هاي الأماكن؟ الموضوع صراحة مو سهل، لأنه ما هي فنادق مثلاً عندهم شركات وعندهم مواقعهم وعندهم. أيوة. هي أماكن الناس عاديين. أيوة. يعني هو صاحب المكان هذا وحوله للسكن. أيوة. فما البحث عنه ما يكون سهل. صحيح في تطبيقات لكن محتاج شوي إن الواحد يبحث أكثر. صح. وفي أفكار كثيرة يعني اللي أماكن تحولت يعني بس أنا ما كان عندي وقت إني أزورها كلها. زرت 5 أماكن وكانت جدا ممتازة. تمام خلاص. ناطرينك للأماكن إن شاء الله. الجاي إن شاء الله بعد الغريبة. يوسف، السياحة بالسعودية اتطورت، تغيرت بآخر كم سنة. صحيح. وحتى يعني أصبحت وجهة سياحية عالمية. أنا كنت عم خبرك حتى وإحنا جالسين إنه أصحابي بأمريكا بيسألوني رحت هذا المحل بالسعودية. صح. كيف شعورك يعني صانع محتوى سعودي، وكيف شفت هذا التطور وأنت عايش بالرياض؟ الحمد لله يعني إحنا بالسعودية بلد كبير جدا متنوع جغرافيا، يعني ما بين شواطئ الصحراء، الجبال، الخضار. أيوة. وبنفس الوقت في كل منطقة مناطق المملكة تلقين تنوع في الثقافة، يعني في اللبس، في الأكل، في العادات، في فالسفر داخل المملكة يعني أيوة. في تنوع كبير جدا.
وفي كنوز كثيرة ما اكتشفت. الحمد لله الآن إحنا بدينا في السياحة، بدينا في التركيز على الموضوع السياحي، تطوير الأماكن السياحية أو حتى تجربة السائح أو حتى المستثمرين في القطاع السياحي. يعني الحين تونا لسه في البداية، والحمد لله قاعدين نشوف تأثير كبير جدا. زي ما ذكرتي إنه الناس برا صارت إنه تقول أتمنى إنه أزور المكان هذا في السعودية مثل العلا. وكمان واحد من الأسباب إنه هو فيديوهات مثل فيديوهاتك يعني صارت ترند وفايرل يعني على تيك توك على إنستغرام. عملت فيديو أول ما بدأت السياحة اسمها This is Saudi، هاي هي السعودية. بدي نفرجها للمشاهدين قبل ما نكمل. يعني أي حدا بيشوف هذا الفيديو بيقول أوكي أنا بدي أروح على السعودية. رهيب كان. الحمد لله، شكرا شكرا هيا. أنا الحمد لله يعني زرت مناطق كثيرة في السعودية حتى قبل يعني موضوع السياحة، أو لأنه أنا أحب أستكشف بلدي زي ما أستكشف البلدان الثانية. صح. ف يعني رحت اماكن كثيره واماكن انا ما كنت متخيل اني اشوفها في السعوديه، ما كان عليها يعني ما كان في ناس سامعه فيها او رايحه. فلما مع فتح السياحه انا كسعودي فخور طبعا في بلدي. صحيح. واحب انه الناس كلها تشوف بلدي، تشوف الاشياء الجميله اللي فيه. فلما عملت الفيديو الحمد لله يعني لقى الدور الجاي انا جيت لك ونعمل تاخذني بهاي الجوله لانه انا بدي اسعديها بهذه الطريقه. حاضرين حاضرين أكيد. بس يوسف قبل ما ننهي اليوم، ثلاث اماكن على الباكيت ليست تاعت يوسف. بالنسبة لي اليابان، أوكي، فنزويلا والأمريكا الجنوبية. أيوة. يعني بورا بورا. شكرا كثير لك. شكرا لك، نورتنا. الله، وإن شاء الله بنشوفك الدور الجاي برا الاستوديو في محل نستكشف العالم، نسافر سوا أكيد.